معايا على التليفون المؤرخ المصري الجميل الدكتور بسام الشماع. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك يا دكتورنا، والف الف شكر على التهنئة الاولى لكل المصريين والعالم واخواننا الاقباط. 284 عام ميلاديا هو عام الشهداء، وده كان بداية اعتلاء الامبراطور ديوكليشن اللي احنا نسميه بالعربي دقلديانوس، اللي هو بالمناسبة صاحب عمود السواري في الإسكندرية. هو الرجل ده أول ما تبوأ العرش للإمبراطورية الرومانية كان خطته أنه هو يقتل المسيحيين في العالم واضطهد المسيحيين، وبالتالي إخواتنا المسيحيين الأقباط المصريين أخذوا السنة اللي اعتلى فيها عرشه أنها تبقى عام الشهداء، لأن هو قتل عدد كبير من أقباط مسيحي مصر، ومن هنا بدأت التقويم الذي يطلق عليه التقويم القبطي المسيحي. فده بالنسبة ل 284 ميلاديا عام الشهداء. أنا بالنسبة لحضرتك، لما حضرتك ذكروا عند سيادتك 62 64 اللي هو 6264 سنة، وقالوا إن ده التقويم المصري القديم بقى اللي هو ما قبل الميلاد وما قبل توحيد القطرين، فهذا الرقم وبعد 40 عام ليا في قراءة التاريخ و54 كتاب، أقول لكم يا شعب مصر هذا الرقم رقم وهمي وليس له أي أساس من الصحة. الدليل نمرة واحد، المصري القديم يا فندم ما كانش عنده زينا من 4 سنين، من 3 سنين، من 30 سنة حصل، من 40 سنة حصل. أما كان التقويم إزاي؟ التقويم كنت تقرأ حضرتك في النصوص إيه؟ اليوم الخامس من الشهر الثاني من موسم، مثلا موسم آخت اللي هو موسم الفيضان آخت، كويس، من السنة الخامسة لحكم الملك فلان. يبقى التقويم كانت تقاويم بتعتمد على سنين حكم الملك، وبالتالي ما فيش حاجة في مصر القديمة اسمها 6000 و 4000 و. ادي نمرة واحد. نمرة اتنين، ما كانش فيه اصلا كتابة يا فندم، لا يوجد نصوص مكتوبة، كانش لسه المصري القديم اخترع الكتابة من 6264. ده نمرة اتنين. نمرة تلاتة، هنفترض جدلا ان 6264، طيب احنا اكتشفنا من كام سنة ملك اسمه سناب كايي، ده ملك ما كانش معروف، اكتشفه مع بارتو بريوس وقالوا ان الملك ده حكم كذا سنة. طيب كذا سنة اللي اتضافت عندنا دي مع الملك الجديد اللي تم اكتشافه ده، ده مش هيغير في 6264؟ لا ما غيرش عندهم، وبالتالي هذا الرقم ووهم ونتوقع. ارجعوا يا دكتور بسام، وقف في حته الارسال فيها كويس، اتحرك بس شويه يمين او يسار من فضلك. الو، فصل. طب هتقول تاني لو سمحتوا يا جماعه، لان هنا بيقول لنا كلام تاني خالص خالص. طبعا لما يبقى حد قاري وعايش والمساله كلها ومتخصص في المساله لازم الواحد يسكت الحقيقه، حتى ما اقدرش اناقشه في مساله هو قضى عمر، بيقول لك قضيت 40 سنه بدرس في المساله دي، ف يعني علينا ان احنا نستمع، دي احد وجهات النظر اللي موجود. رجع لنا اساتذه ولا لا؟ 10 ثواني. طيب انا يعني معنى كده ان التقويم اللي هو الحقيقه منقوص منه، لما نقول 6264 ناقص 2022 يعني من 4242 سنه، الفرق ما بين التقويم الميلادي والتقويم المصري القديم 4242. طبعا في حاجات في الوسط، عام الشهداء اللي هو اتكلم عليها، ومساله مش عايز ادخل حضراتكم فيها، بس الدكتور بسام الحقيقه بيحط لنا دلوقتي قدام اشكال. اتفضل كمل يا فندم. بتقول أيوة ان هذا رقم وهمي وغير موجود نتيجه لانه لم يكن كانوا بيؤرخ بفتره كل ملك ولم يكن بيؤرخ بالسنين. اشكرك شكرا جزيلا. لم يكن هناك نصوص لان ما كانش لسه مصر القديمه اخترع الكتابه، يبقى دي نمره اتنين. نمره ثلاثه، الرقم ده المفروض ان هو يتغير بتغير الاكتشافات الجديدة بإضافة سنين لتاريخنا، ولكن هذا لم يحدث مما يدل على خطأه. هذه ثلاث أسباب. وارجعوا للدكتور أحمد صالح العالم المصري الجهبذ،
اللي عامل دراسه تحفه في الموضوع ده وقال ان هذا اذا معلش في الاخر هي كلها اجتهادات نحترمها.